فيه جبال. دونك لهذا ارتأت الدولة وإلى لاحظت في الافتتاح ديال دورة البرلمان فجلال الملك في الخطاب ديالو تكلم على المهمة الأساسية هي تعميم تقياس فيه الجبال. من وراها ب 15 يوم تم التصويت على 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 هذا القانون الخاص فهو ان مبادرة دابا هذه المبادرة هي في 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 دابا السؤال دابا الطريقة ديال الخيارات كيفاش غادي تنخرط مازال حنا ما عارفينهاش لان غيخرجوا النصوص التطبيقية ديال القانون حيت يدي يصدر قانون جديد رسمية ما تيصدرش يعني يعني صافي من النهار ولا النهار في كيفاش الاستاذ هذا لا لا ما فيش مشكل لا ماشي اشكال يعني كاين غتكون واحد التعطيله واش يمكن من دابا شهر من دابا عام من دابا عامين هو الناس كيعانوا دابا راه عندنا غير واحد القضيه حنا غادي نناقش مفتوح هما عاقلين من 65 حتى 75 سنه كيعرفوا بيع الشراي ما كيكونش 70 عام كيكون كاع الكريديات هذه المشاكل كتكون عليها لانه كيفاش 70 سنه كاينه نصوص قانونيه اللي كتزيد حتى 10 سنين وباقي ما كاينش كاين نصوص معلميه هذا هو الهدف هذا كاين اشكال كاين قال حسنا اللي كيهمنا هذا الصراط كيهمناش هذا الشكل اللي هو خاص بالاشخاص الذاتيين قال الاشخاص الذاتيين طبعا حسن المعنويين حنا المعنويين دابا ياك لا ذاتيين يعني اللي شخصينا دابا كتعلق بالمعنوي بالشركات اللي حنا تقريبا ما كيهمناش لان حنا تقريبا ماشي شركات فهمتي حنا الناس الذاتيين وبالتالي هاد الصندوق الضمان الاجتماعي هاد القوانين اللي خرجات اللي حنا دابا شنو كنتسناو كنتسناو باش هاد المساطر القانونية تفعل التفعيل ديالها واش كانوا قانونا سمعنا ماشي قانونا على ان 2018 راه غادي يتم يعني العمل بهذا القانون ولكن تفاجئنا على ان قانون ديال القانون هو خرج في الجريده الرسميه والمساطر القانونيه هي كتنتظر يعني هاد النصوص القانونيه ممكن تديك عام ممكن عامين ممكن 3 سنين ممكن 10 سنين ممكن 15 عام وهي في الرفض بالنسبه للقانون ديال التقاعد فيه 50 يعني 50 محور بالنسبه ديال التقيه الصحيه فيه 24 محور مع الرجوع للقانون ديال التقاعد بالنسبه للقانون ديال الصحه فيه واحد النقطه الرابعه اش كتقول كتقول ان يتم تفعيل ولا تعميم التقيه الصحيه الاجباريه يعني بتوافق مع الفئات المهنيه هذه النقطة ديال التوافق الفئات المهنية هي اللي خلقت صلب الموضوع، أنا نشرح لكم خلينا مثلا شكون اللي غيمثل أطباء؟ ما مثال هو شخص ذاتي الطبيب الفرنسي شخص ذاتي شكون اللي غيمثل؟ ناقص لورا ديالو يعني اللي ديال الصدقات ديال أنا العام الحكومة كتحب لي غنمثل ناقص السنديكا ديالو من النقابة كتقول لها حنا اللي غنمثلو يعني هذه النقطة هذه بالنسبة نمشيو للغرض مثلا بالنسبة مثلا أصحاب المتاجر كيفاش غيتم الإدلاء ديالهم يعني التكتلات ديالهم شكون اللي غيكون الممثل ديالهم واش الغرفة واش بريد المغرب اقتراحات اللي كاينة حاليا طبعا تكون الغرفة شوف تواعد فينا بعض. ديال بريد المغرب تجربة فاشلة. إذا المشكل هو اللي وقع الحالة هي هو اللي كاين. هي الغرفة هي المحور الأساسي ولكن السبب واش الغرفة لأن ملي كنمشيو للشق ديال الشق القانوني المفروض على المؤسسات اللي غادا تباشر مع الصندوق الوطني الباشر واش غاتحترم النصوص اللي مطبقة بحال هكا أنا نقول لكم بحال هكا دابا داك التبادل المعلومات اللي غيكون ديال الصندوق الوطني ديال التكتلات غيكون بشكل الكتروني يعني غيكون فيه شي غيكون فيه كاع جميع الاسماء وخصو يتصيفط واحد الاجل معين الا ما تصيفطش في داك الاجل كيتعاقب اسمع هذا ماشي هذا مسألة مشكل كيتعاقب داك اللي كيمثل دوك الناس المهنيين كيتعاقب واحد الغرامه اللي كتكون من 5 مليون حتى 10 مليون لا انا جايك انا باش نشرح لكم فكريا اوتوماتيك لا حيت شوف
التسليح هذا خرج القانون خرج اعطى شكون هي الفئه اللي غتمثل هاد الناس وغادي تمثلهم احسن تمثيل ولكن غتلتزم تبادل المعلومات علاش غنديرو خلو كل واحد يعمل له فرض بشكل فضيل هذا المشكل القانون من يمشى القانون من يمشى وتكلم عليها بشكل جماعي راه مبادره ديال الممثلين ديال الناس الذكيين ماشي 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 انا ما عمرها لان راه كاين واحد البصمه كبيره السيد رئيس الحكومه شكل اللجنه اللي غادي تناقش مع الناس هو فين كنا حنا كنا كنتسنى يلا شكلها مؤخرا يعني واحد دوزمه تقريبا شكل اللجنه ديالها بدا مع لي روبلوكمون لي فون اللي كاينين موجودين بدا مع الفئات اللي موجوده باش ديهم تبان لهم المشاكل بحال نعطي مثال الاطباء لي زاشيتات لي نوطير لي زابوطا هادو هيئات منظمه عندهم التكتلات ديالهم غير دبعه هو الاوائل هما اصلا اللي ما يحتاجوش التغطيه الصحيه يحتاجوها انا ما كنقولكش زعما يحتاجوها ولكن الامكانيات الماديه ديالهم دواء تعيش اسمح لي ندخل في هذه النقطه شتي انا كنعرف حالات اللي التقطنا في الامثله بالنسبه للسمك والطريقه ماشي معي طبيعي الا مرض ما تبقاش يزاول ما تبقاش يدخل فلوس ارشيتك الا مرض ما تبقاش خدام ما تبقاش يدخل كيما عندي الفن اسمح لي الا جا الفشل الكلوي اسمع مزيان لان تهضر التغطيه الصحيه تهضرش على داكشي التغير داك راه يعطوك التغطيه الصحيه وخصكم تاني هذيك الثقافه ديال لامتيير باش عمر داك الملف ديالك وتفرغ اصلا نهضر على الامراض المزمنه نهار الطبيب تيجي الفشل الكلوي وتولي يخلص في الشهر 11150 درهم ديال الدياليز وتولي يخلص في الشهر 3 مليون ديال هذوك لي ميديكامون ديال الدواء ديالو لي زونتي انيميك باش يديرها ما تيقدرش عليها شحال واحد باع الكابيني ديالو وباع لي فون اللي عنده وبدا تيطلب حيت ان كاينه تغطيه صحيه اللي دارت الاساس ديالها هو انها تعالج جميع المواطنين المغاربه يعني تعمل تغطيه صحيه للشباب هنا تنقول بالنسبه لهذا الخروج لا لوا القانون ديال لي ترافايور دون سالاري سمو العمال غير اجراء بالنسبه لنا حنا ضامن الاجتماعي والوجهي مجدين السيستم مجدين كذلك حتى شحال غندخلو ديال الناس اللي غيعملوا قاعدة البيانات عندنا معدلة كلشي معدل حنا واجدين لدرجة حتى درنا دي فورماسيون الناس ديالهم الناس من جهة القانون كنتسناو حنا كإدارة يعني كمؤسسة واجدين كنتسناو فين بقات دابا بقات كما قلت السيد العضو آخر مرة في لافورماسيون زود الدورة دابا عندنا لا فما كنقدرش على انه كاين شي سوق ولا كاين شي مهنه معينه من المهن ما عندهاش جمعيه ديالها يعني هذا المده اللي دوزنا كامله هي كنا جميع القطاعات تمشي عند والي الحوت عندهم جمعيه ديالهم عند والي الدجاج كذلك عند والي الخضره والفلوطه عندهم جمعيه ديالهم حتى بالنسبه للاسواق بدا بالقيصريات ما كاينش القيصريه اللي ما عندهاش والي المطاعم والقهاوي عاوتاني عندهم جمعيه ديالهم اللي كاين وطنيه وكاين اقليميه دابا مؤخرا دارت جمعيه اقليميه كانت غير جمعيه غير محليه جمعيه اقليميه على ارتباط ما هو وطني كل واحد دار جمعيه راسو هادشي هذا طور معاه وكيشدو بالصبغه كيخصها السعاده شي غير كي غاديروا تعاملوا لا بالنسبه للتعامل كاين في القانون عاطفة على التعامل تيبقى هنا يعني في اطار الحوار اللي غيكون مع اللجنه اللي كيف السيد رئيس الحكومه شكون في اللي غتمثل باش ملي غتسمي لو بروتوكول غتحمل لي زونجاج اما صار الحين صافي بالنسبه للقانون القانون خارج واضح فيه طريقة النمط ديال التعامل مع المؤسسة يعني بالضبط خارج واضح فيه حتى الاستفادات ومني كنقلبوا في القانون ملي مشينا قرينا القانون مزيان شنو لقينا فيه؟ لقينا فيه على اساس واخدين بعين الاعتبار حتى الناس
اللي ديجا كبر وغيدخل القانون وغيستافد خلاو له الحق انه قال له شوف غادي يمكن لك تخلص التغطيه الصحيه ولكن انت قرار اختياري باش تخلصو ولا تخلصو ماشي مشكل المهم تخلص التغطيه الصحيه ديالك واش تعرف يعني في النقاشات اللي كانت الاولى اللي هي باش نعرفوا واحد القضيه ديال القانون اللي تم الدراسه ديالو يعني بشكل جماعي ما بين الصندوق الوطني للطاقه الاجتماعي وما بين عناصر في الغرفه الثانيه اللي كتمثلكم القانون مع صدق تحط المؤسسه الاولى اللي سلطت عليه هي الغرفه المستشارين عاد تحط من بعد البرلمان يعني القانون اللي يجي من الغرفه الثانيه يجي من عندكم من عندكم وكانوا فيه الناس ديال الصندوق الوطني للطاقه الاجتماعي كذلك الناس اللي تبعنا العمل يعني تم تدقيق فيه بواحد الشكل لان ديما مشاو الاخوان وقلبوا في الجريده الرسميه وخدموا غتقرا غتلقاو فيه يعني تخدم المعطيات بدقه واحد النقطه اللي بطرحها وهي دابا حنا غنجوزو هادشي هذا كامل غير هاد المهنيين ديالنا ولا الحرفيين حنا على المهنيين ديالنا يعني ملي غادي يمشي ملي يخلص ملي غيتنظم هادشي هذا وتوضع له الاطار وكذا وغيمشي يخلص وهذا لا قدر الله شي واحد مراد كذا المراه ديالو غتبلد يعني فين غيمشيو هادو فين غيتعالجوا واش غيمشيو للسبيطار ديالنا لا لا تسمح لي بالنسبه لا تهدر مهم لا لا راه كنناقشوها معاهم حنا لا بسيطه لا ما يمكنش انا نخلص انا الفلوس ونطلع انا لوبيتال لا ما عندوش حتى الشوكه لا اسمح لي هذه مهمه تاع هي ملي تنهضروا على التغطيه الصحيه في التخصص الصحي التقى المهنيه اش هو واجب وضروري لا لا يعني لا باش تتكلم على الدار الاجتماعي الدار الاجتماعي الناس اللي غادي يخافوا تلقى القانون غيولي بحالو بحال ذاك الموظف اللي خدام في الدولة بحال ذاك السيد اللي كيستافد من الخدمات العادية ديال الصندوق الوطني للطاقة الاجتماعية بحيث أنه غيستافد من الخدمات كاملة يعني الملفات ديال الأدوية ديالو يمشي للكلينيك الرباط يمشي فيما بغى يمشي فيما بغى خويا عفوا هذه الحرية التامة تيولي بحال بحال الموظف نعم هذا فيه شكون عيط فين نديرو نعم سيدي هذا التوجه هذا فين عيط تجو لا بالنسبة للتقرير بالنسبه للتطبيق يعني ماشي داوى ولا بالنسبه للتطبيق واش غادي يصرح كلش لا لا غادي يخلص اسمحوا لي اشرح لكم غادي يخلص غادي يجي تلقى القانون راه كاين في القانون الشرعي كيجي الضمان الاجتماعي وكيجيب معاه واحد تياخذ واحد الورقه سميتها القطاع الشهري خلي في اوتوماتيك تياخذها كيسميها وكيعطيها الضمان الاجتماعي كتسميها لابونك ديالك البنك ديالو كل شهر غتبدا تقطع داك المبلغ دوزو الضمان الاجتماعي يا ما كاينش الفريق ماشي بحال النظام العادي النظام العادي حيت الباترون تيصرح واش هادشي يخدم عندي ولا لا ما انت راك انت هو الباطر واش غتصرح لا غتكون غير كتخلص الخدمه ديالك وحنا ما غنتحاسبوش مع هذاك السيد اللي عنده المحل واش كان خدام ولا ما كانش خدام حيت هذا ماشي هو الغرض ديالو السيد تيخلص التأمين ديالو انا هو المشكل اللي حنا تصرح شي مبدا اللي جاني القانون تيخلص التأمين ديالو بالنسبه للاستفادات بحالها تقريبا شحال غادي يكون هذا ما عرفتش انا ما خايفش ما عرفتش لان الاتفاق اللي غيكون مع الامانه العامه للحكومه هنا غيدار التوافق غيدار السقف الادنى شنو هو والسقف الاعلى شنو هو الحاجه اللي عندي عليها معلومات هو ان هذاك السيد اللي غيبيع اللي غيبيع حيت غيبيع 20 وقعه المبدا راه بيع وشرا ماشي بحال النظام العادي غادي يشري نقط هذوك النقط اللي غادي يشريهم يعني نهار غنحدو السقف ديال النقطه يشري شحال ما بغى لدرجه كان تطرح واحد السؤال ان واحد السيد جاب معاه شكاره ديال الفلوس بغى يشري كاع ديك النقط اللي كاين قلت له شو مشكل ديرها بالنسبة للسد الأجهزة بلعب واحد مجموعة من النقاط المستوفاش العدد القانوني اللي كيقولوا التقاعد ديالو واش ممكن يشري هاد النقاط اللي كتكون أنا فعلا هذا سؤال مهم دابا ملي كنهضروا على هذا النظام هذا ملي غيدخل الحيز التنفيذ يعني غيجي واحد الإنسان اللي عنده واحد العمر مثلا كبير يكون كبر ويلاه غيبدا ولكن ما غيخرجلوش التقاعد هنا ما حقوش النقطة اي وقت هو الفرق اللي تيبقى الاختلاف اللي تيبقى هو ان النقطة اللي غيشريها كتختلف على حسب معدل العمر ديالو وعلى حسب المجموعة اللي كينتمي لها مثال
هذاك السيد التاجر اللي عنده 60 سنة غايش نقطة غالية، اللي عنده 20 سنة غايش نقطة خاسرة. هنا دار واحد الكونفيسيون اكتوير، يعني واحد المعامل اكتواري، يعني خرجوه على اساس ان ملي كتبغي تشري النقطة اللي غاتشريها اليوم ما غاتشريهاش بنفس الثمن ديال الدار، لانك تبدل بمعدل العمر اللي كيخلص عليك، كيخلص عليك ولكن النهار اللي يشري النقاط قد ما الانسان كذا تشري النقطة غالية، لان غادي يشري بغيت تخترع عليك. وهنا كنهضروا كما قلنا تنهضروا على مبدا ديال البيع والشراء بالنسبة لهذا النظام. غير بالنسبة لهذا السؤال هذا، كاين الناس اللي غتوصل لعدد النقاط، كاين اللي ما غتوصلش. اللي ما وصلش ما حقوش يشري النقاط، كيدار له واحد كيدير واحد الدراسة، كيجي للدار الاجتماعي كيحط واحد الطلب ديالو انه بغا يشري النقاط، وكيدار له كالكول ديال شحال لقات له النقاط باش يستافد في التقاعد، شحال ساوية، وكيخرجوا له النقاط شحال خاصها تخلص. بغاها تبارك الله، ما بغاهاش تيقدر يبقى غادي تيخلص تيوصل. ما كاينش الله ما وصلش. هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للاستاذ اللي عنده النقط و في النظام العام الدوله و الشركه او المحل اللي كيخدم فيه النقط وما لقاش شي خدمه اللي غادي يزيد لما مارستها باش يوصل ديك العدد ديال النقط اللي كتخرج للتحرك. هنا تنهضروا على جوج حوايج مختلفين. النظام العام ماشي هو النظام اللي جاي يعني ملي كنهضرو على النقط في النظام العام، واخا يبغي يشد هاد النقط يدخلهم معاه ما يدخلوش، شفت فيها؟ كياخد على هذا تقاعد وعلى هذا تقاعد بوحدو، كل واحد نظام. لا باش نزيد واحد المعلومة، النظام اللي جا به بالنسبة للتاجر ما فيهش 6000 درهم، إلا كان تيكوتيزي حتى واحد المبلغ، يعني تيكدي واحد المبلغ اللي كبير يقدر يخرج تقاعد كبير، يوصل حتى 10 مليون ما فهمتش والو، شحال ما شرا شحال ما تيار. ولا إلا ما شرا شي هو في عمر ديالو 60 عام وما على 65 عام ماشي ديال الله لا الزوجه ديالو كتاخد تقاعدها من النهار ما كاينش مشكل، ولا عنده وليد معاق مثلا حتى المراه كانت البارحه مسكينه ماتت تيهد الولد معاق تيبقى له تقاعد، ولا عنده اطفال اللي دينينا اللي قل من 18 سنه حتى هما تيبقى لهم تقاعد ما كاينش مشكل. هنا ملي تنتكلموا على الاستفاده فهي منظمه في القانون ما فيهاش مشكل، حتى ذاك السيد اللي كمل ما كملش النقاط وصل لواحد العدد معين ديال النقط وتوفات ذات المنية ففي هذه الحالة تيمكن للمرأة ديالو تسترجع دوك النقط تاخذهم فلوس. ويمكن الأستاذ يكون العكس ديال الزوجة هي اللي توفات الراجل بقى، واش يمكن يكون عنده نفس الحق اللي كان لا حيت كنهضروا على المستفيد، شوف كنهضروا على مستفيد وعلى مؤمن، جوج عناصر مختلفة. تنهضروا على واحد السيد تيخلص وتنهضروا على واحد السيد تابعه ويستافد. إذا كانت المرأة هي اللي تتخلص هي مولات المحل وما تطلع ما ينطلق على الراجل تيطلق على حتى هو تا هو الراجل يمكن له يولد التقاعد، ولكن المستفيد ما مخلص والو ما يمكنناش نتكلموا عليه. إلا توفى وذاك السيد اللي تيأدي الكونسيتاسيون مازال في الحياة راح تيبقى هذه ما تتوجبر تاني تزيد هذيك الخير، ماشي مشكل. هنا في هذه النقط كما كاين لا في النظام العام لا في هذا النظام الجديد لا في التأمينات اللي كاينه عند المؤسسات ديال الدولة لا في لاكنونس لا في كل شيء، نفس النظام كامل. دونك اللي ما تيوصلش لعدد النقاط الحمد لله هذه اللي تخلص مبادرة طيبة هو أن ما يضيعولوش في النقاط ديالها. بغى يشري ياخذ تقاعد تبارك الله، ما قدرش يشري وبغى يحبس ياخذ فلوس ويسترجع تيسترجع بالفلوس ديالها. النقاط القانونية شحال هي؟ عدد الأيام عدد السنوات لا عدد السنوات كتبدا شوف بالنسبه للاستفاده من التقاعد كتبدا من 60 سنه اللي غياخذ تقاعد على 60 سنه كياخذ تقاعد يعني كيتسمى تقاعد بمعدل نقصان يعني التقاعد ديالو كياخذ ما كاملش ناقص يعني 70% ديال الكوتيزاسيون اللي خلص ديال داك السقف اللي حدوه. إلا وصل 65 سنة وغا التقاعد تيبقى التقاعد ديالو كامل 100%
هذيك 26 يوم ولا 20 لا لا نسى نسى شحال كاين الجمع لا نسى نسى 26 يوم ولا ما عندها حتى علاقه بالبيضه نسى نسى النظام 3000 و 100000 نسى هذا النظام ما عندها حتى علاقه بالنظام غيخرج في المصادر التصفيقيه هذا المجموع اللي عنده قدا وقدا ديال الفلوس خزنها في الصندوق ديالو وجاب له معدل ديال قدا وقدا ديال النقاط حيت النقاط تكون قيمه ديالها فلوس ماشي ايام يقدر مثلا السيد يخدم مع سيد لاكارت زي سيد وقع له هذا الاحتمال تيجي تخص الميزانيه مضبوط تقع من النهار تيبداو ياخذوا عنده عنها بالنسبه للتاجر لا داروا مع النظام ديال المرابحه كتكون تيزي بالمقابل كتستافد الفئه اللي كانت منتمي لها واحد المساله اخرى ثانيه ديال المهم التقاعد ما يكونش يعني فيكس مثلا وصلتي لواحد عدد النقط اللي خلولك التقاعد جاك مثلا واحد 3000 مثلا هاد الشهر خديتي 3000 وصلت لنهاية السنة دوك النقط ديالكم اللي عندكم في لاكاس ديالكم عرفوا واحد الأرباع يمكن التقاعد يطلع يتزاد ولي 3200 ولكن ما يبقاش هذه حاجة كاينة في القاعدة الزوينة كيتزاد ما يبقاش دائما كاين الفائدة دائما كاين الفائدة يمكن له يتزاد ولكن ما يبقاش هذه حتى هي جميع القانون بالنسبة للنقاط اللي تعرفها بلاتي انا تنخدم تنصرح براسي بوحدي ولكن معايا واحد الشخص اخر خدام معايا كيفاش غتصرح احنا تنتكلموا على النظام العادي النظام العادي انت كمستخدم ك ك ك تاجر او ك تاجر مقاول ذاتي السيد اللي خدام معاك واحد التوضيح بالنسبه لي كنظن الله اعلم كاين دابا هذه واحد مجموعه الناس دايرها انت عندك محل ياك عندك الباتونت كيسير في التجاري وكذا هذا راك تصرح براسك واحد خدام معاك ولكن راه ما عنده حتى شي ورقه تفهموا دابا عليا شكون هو واضح وشرحوا الحقوق اللي كاينه في القانون ولا الا تقال شي حاجه اخرى راه حنا ما صحيحاش بالنسبه انا تاجر عندي محل ديالي ياك خدام مثلا كنبيع لي فيتمون حوايج وعندي واحد السيد تيعمل معايا تيجي الصباح تيحول تيحل لي المحل تيحل ولا تيخدم في لاكيس ولا سميتو تدي له واحد القشر ديالو في نهايه الشهر فين غنصنفو هذا راه عامل عامل هذا عامل عندنا واحد السيد خدام معايا ولكن ملي تمشيو للاستجيب التجاري ولا تمشيو للباتونت كاين سميتو سميتو شريك هذا مقاول ذاتي شريك شنو الواقع حتى هو عنده نفس الصفه ديالك واحد السيد جبتو من المؤسسه ديال التكوين المهني عنده ستاج شهرين قلت له التكوين المهني سير دير ستاج من بعد كذا وقعتو الورقه ديال التامين ديالو وجا لعندك هذا ستاجير ولا هذاك السيد ملي كتمشي كتبغي تاخذ شي واحد ما لقيتيش كتمشي لانا بيك كتطلب الباب ديالها كتقول لهم عافاكم بغيت شي وليد من عندكم بغيت ندير معاه كونترا ارابيك حتى هذاك كذلك تعتبر ستاجير في القانون ما كتخلصش عليه ولكن في المقابل راه الدوله كتخلص عليه التغطيه الصحيه ديالو هذا هو الجديد اللي كاين هذه سنه تقريبا بالضبط في البرنامج ديال الادماج الادماج اللي سميتو مرحبا السلام عليكم باش نقدموا باش نقدموا الترتيب كما يسجل النقاط والنقاط يكونوا بعد مختصرين يكونوا نقدموا الى الوقت وكذا انا السؤال ديالي بغيت نسال بخير عندي دير كونترات رابي واش كونترات رابي واش انا رابي هل كنخلصوا غير التغطيه الصحيه ماشي السينسس ولا كنخلصوا سينسس التغطيه الصحيه يعني في المعلومه اللي عندنا اللي عندنا قانونا كنخلصوا التغطيه الصحيه واخا سمحوا لي راه نطرح هذه المهمه ديال النقطه الثانيه
نقطة يوم الجديد يوم تعودت عليه بسبب 18 عام في الفوق. بالنسبة للشق الأول هو هو بالنسبة لكونترا أرامبيك مش نعرف شنو هي الأرامبيك هي المؤسسة العقدة اللي كان ناخذ واحد السيد من عندهم واحد العقدة معينة شنو نوع العقدة إن الناس كيسميو كونترا أرامبيك ولكن ملي كتمشي عاد تعرف الحيثية دونك بالنسبة للأرامبيك عندها واحد مجموعة ديال العقد اللي كتسنيهم ما بين المشغلين وما بين العمال اللي من ضمن هذوك العقد كاينة العقدة الأولى اللي سميتها كونترات إدماج إدماج هذه هي الكونترا ديال 24 شهر اللي ما كيصرحش فيه داك المشغل وداك السيد تيدخل تيعتبر ستاجير في هذا الصدد هذا اللي عنده كونترا إدماج وتيزاول معاك واحد المهمة معينة ما كتخلصش عليه الطماشي 24 شهر ما كتخلصش عليه الطماشي ولكن بالمقابل كتصرح به كتعمرو في البوردون وكتسيكو هنا كاين واحد تبادل المعلومات ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما بين لانابيك على الشكل المركزي يعني ونيفو سونترال كيديروا لي شونج ديال لدرجه ان الناس اللي سناو البارح كونترا انابيك هنايا في العريش عندي الاسماء ديالهم اليوم جاوا لي في السيستم دونك كاين واحد تبادل المعلومات اللي على ايدهم ما كتصرحش لهاد الناس اللي كنهضروا على كونترا ادماج داكور كاينه كونترا تحفيز شنو هي التحفيز هما الناس اللي المقاولات اللي تخلقوا ابتداء من 2015 شهر 1 2015 دونك هذه المقاولات عطاتهم الدوله انه تيمكن له يخدم في القانون الاول كان ممكن انه يخدم خمسه الناس وهاد خمسه الناس كيسني معاهم كونتراسي يعني كيرسمهم في المقابل ما تيخلصش عليهم تاع يعني لا بار باتورمال يعني ملي كتخلص سينيسيس فيها جوج ديال 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 الاداءات كاين الاداء اللي عنده علاقه بالمشغل وكاين الاداء اللي عنده علاقه بالعامل يعني هذيك 24.18 تقسموا الثلث تيخلصوا العامل الثلثين كتخلصوا المشغل دونك في هذا الكونترا التحفيز كيتخلص غير الثلث ديال العامل يعني العامل تيخلص على راسه كتحرك على الراس ديالو وكتدوز الدراشيه كيستافد بحالو على جميع الناس بحيث انك انت كمشغل معفي 24 شهر ما كتخلصش عليه بلا بار ديالك هادي كونترا تحفيز اللي تيبدو كونترا اللي كاينين الاخرين في لابيك هما عاديين كاين بحال السي دي اي السي دي دي كونترا محدوده كونترا سميتو كونترا عاديه دونك لابيك راه هي غير وسيله اما انواع الكونترا اللي كنتكلموا عليهم كاين تحفيز وادماج هاد العام ما بقاوش خمسه اللي جايين يلا خرجت لا كومينيكي دابا تقريبا واحد كان جوج ولا في 10 الناس تحفيز وهذا دارته الدوله مهمه الموضوع هذا دارته على اساس ان كاين بعض القطاعات اللي غير منظمه واحد السيد خدام داير عنده واحد محل تجاري معين خدام مع الناس تيقول نصرح ما نصرحش عندك واحد النوع يجيني الضمان الاجتماعي عندك تجيني الضريبه عندك تجيني هذا عندك تجيني فحاليا راه الا بغى يهيكل راسو يخرج من القطاع غير المنظم يولي منظم راه كاينين هاد البرامج اللي كاين عندنا نعطيك برنامج تحفيز سولوا عليه راه فيه واحد ايجابيات كبيره وحتى في ادماج الادماج اللي تكلمنا عليه ديال لانابيك انك ما تتخلص عليه المواد هذا السيد اللي كتخدموا معاه وكتخدم واحد الاجل معين كتخدم واحد المده معينه الا دمجتيه معاك يعني رسمتيه ما خرجتيه من ستاج رسمتيه عندك استفاده اخرى واذا كان هذاك السيد اللي تيقرا كاين ما نزيدكم حتى شي معلومات اخرى اذا كان خريج يعني الجامعه وعنده الاجازه يعني في السلك العادي راه كاين بعض المرات دعم مباشر كتهدي الدولة للبطل كيوصل حتى 5 مليون كتعطيه له على هذاك السيد اللي خدموا معاه من عوض الدولة تهدي لهذاك السيد وذاك التلميذ خرج منه ولا ذاك الطالب اللي خرج من